مرحبا بكم أصدقائي. في هذا الفيديو سنعرض لكم مجموعة متنوعة من أنواع المحركات التي تستخدم في الدراجات النارية. سوف نشرح كل نوع بالتفصيل وسنكشف لكم عن المحركات ذات الأحجام المختلفة والأشكال المختلفة. فالأسرار التي سنكشفها في هذا الفيديو لن تجدها في أي مكان آخر، كما أن الفائدة لن تكتمل إلا إذا قمت بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك فيديوهاتنا القادمة. لا تنسى أيضا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. وإذا كنت ترغب في دعم قناتنا ومساعدتنا في تطوير المحتوى، استخدم ميزة شكرا الموجودة أسفل الفيديو. يمكنك أيضا التواصل معنا عبر حسابنا على فيسبوك أو انستغرام، هذا اسم الانستغرام، كما أن جميع روابط التواصل موجودة أسفل الفيديو. في الدراجات النارية، الاسطوانة هي القلب النابض للمحرك، حيث يتم حرق الوقود وإنتاج القوة. يؤثر عدد الاسطوانات على الدراجة النارية بطرق مختلفة، بما في ذلك قوة المحرك، توزيع العزم، وسلاسة الأداء. المحرك ذو اسطوانة واحدة أو ما يعرف بالسينجل سيلندر. هذا النوع من المحركات يعتبر بسيطا جدا واقتصاديا وخفيف الوزن، وعادة ما يتواجد في الدراجات النارية الصغيرة. وعلى الرغم من أنه قد يفتقد للقوة والتوازن في الأداء، إلا أنه يمتاز بقدرته على توفير كفاءة واستجابة جيدة في السرعات المنخفضة والمتوسطة. المحرك ذو اسطوانتين. هناك نوعان شائعان من المحركات ثنائية الاسطوانات، هناك المحركات المتوازية وهناك المحركات على شكل V. يتميز المحرك المتوازي بوجود اثنتين من الاسطوانات الموازية لبعضها البعض. يتم تشغيل الاسطوانات في نفس الوقت وبنفس الإيقاع، ويوفر هذا التصميم توازنا جيدا وقوة معتدلة. المحركات الثنائية المتوازية الشائعة في الدراجات النارية الرياضية متوسطة الحجم. أما المحرك على شكل V فيتميز بوجود اثنتين من الاسطوانات الموضوعة بزاوية تشكل شكل V. يمكن أن تكون الزاوية بين الاسطوانتين مختلفة، مثل 45 درجة أو 60 درجة. يوفر المحرك V توزيعا أفضل للوزن وأداء قويا. كما أن المحركات V شائعة في الدراجات النارية من نوع الكروز والهارلي دافنسون. كلا النوعين من المحركات لديهما مزايا مختلفة. المحركات الثنائية المتوازية تعتبر الأكثر توازنا وأقل اهتزازات وسلاسة في التشغيل، بينما المحركات V فهي الأكثر قوة. المحرك ذو 4 اسطوانات. يعتبر هذا النوع من المحركات الأعلى كفاءة والأكثر توازنا وانتشارا في الدراجات النارية. يتميز بقوة عالية وتسارع كبير وأداء سلس في مجموعة واسعة من السرعات، ويستخدم عادة في الدراجات النارية الرياضية المخصصة للطرقات السريعة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أنواع أخرى من المحركات ذات الاسطوانات المتعددة، مثل محركات الخمس أو الست أو السبع اسطوانات وغيرها. وتستخدم تلك المحركات في أنواع نادرة من الدراجات النارية الفاخرة والمخصصة، وعادة ما توفر أداء فائق وقوة هائلة. في الدراجات النارية تتواجد عدة أنواع مختلفة من المحركات، وتتنوع هذه الأنواع بناء على عدة عوامل، منها طريقة الاحتراق وعدد الأشواط. هناك نوعان رئيسيين من عدد الأشواط في الدراجات النارية، وهما المحرك رباعي الأشواط والمحرك ثنائي الأشواط. يعمل المحرك ثنائي الأشواط على دورة احتراق واحدة تتكون من اثنين من الأشواط، ضغط وسحب عند صعود البيستون، ثم احتراق وعدم عند نزول البيستون. أما بالنسبة إلى المحركات رباعية الأشواط، فهي تعمل على دورتان للمحرك، وتتكون من 4 أشواط رئيسية صعودا ونزولا: سحب، ثم ضغط، ثم احتراق، ثم عادم. ومن بين المحركات الأقل شيوعا في الدراجات النارية لدينا المحركات الدوارة أو ما يعرف بالروتري انجن. المحرك الدوار نوع مختلف من المحركات المستخدمة في الدراجات النارية،
يعتمد على نظام الدوران الداخلي لتوليد الحركة بدلاً من تحرك البيستون داخل الاستوانة في المحركات العادية. يتميز هذا المحرك بتصميمه الفريد من نوعه، ويعتبر أكثر سلاسة في العمل وأقل اهتزازات، كما يتميز بقدرته الكبيرة على توليد تسارع وعزم دوران قوي جداً بالرغم من حجمه الصغير. عيوب المحرك الدوار أنه أكثر استهلاكاً للوقود مقارنة بالمحركات التقليدية، لأنه يحتاج إلى كمية أكبر من الوقود لتحقيق نفس القوة. كما أن للمحرك الدوار نسبة انبعاثات ذارة عالية جدا بسبب استهلاكه للزيت، مما يجعله مضرا للبيئة بشكل كبير. هناك نوع آخر من المحركات الغريبة الشكل، وهو المحرك الشعاعي. وعلى الرغم من أن هذا المحرك غير مصمم للدراجات النارية، وإنما كان يستخدم في الطائرات القديمة ذات المراوح، إلا أن عددا من الهواة وعشاق الدراجات النارية الذين يقومون بتعديل دراجاتهم النارية استخدموا المحرك الشعاعي القديم، يعد المحرك الشعاعي نوعا نادرا من المحركات، ويعود تاريخه إلى الطائرات القديمة ذات الخمس استوانات. يتميز المحرك الشعاعي بتصميمه الدائري الذي يتم فيه توزيع الاستوانات حول محور مركزي، ويشتهر المحرك الشعاعي بتوفير عزم دوران قوي جدا وكفاءة ممتازة. عيوبه أن إصلاحه وصيانته معقدة ومكلفة جدا. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح أنواع المحركات في الدراجات النارية. إذا كان الفيديو قد أفادكم وأعجبكم، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم كل الفيديوهات الجديدة والمفيدة، ولا تترددوا في كتابة تعليقاتكم وأفكاركم حول الموضوع. كما نشكر دعمكم المستمر لنا ولقناتنا، وإذا كان بإمكانكم دعمنا بشكل مالي فلا تترددوا في الضغط على الزر شكرا الموجود أسفل الفيديو، حيث يمكنكم تقديم الدعم المادي لنا. شكرا لكم مرة أخرى، ونتطلع للقاء بكم في فيديوهاتنا المقبلة.